وذلك أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد بعث من في القبور أرسل عليها المطر، مطر ما هو مثل المطر هذا، مطر من السماء، نوع من المطر لا يمنع منه شيء، لا السقوف ولا ما يمنع منه شيء، ينفذ إلى الأرض ويدخل إلى الأجسام في القبور فتنبت مثل ما ينبت الحب، وتنبني الأجسام، تنبني الأجسام كما كانت. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، ينادي مناد فيقول أيها العظام البالية واللحوم المتمزقة والشعور المتفرقة، إن الله يأمركم أن تجتمعوا لفصل القضاء. فيجتمع الإنسان من الأرض، يجتمع بدنه، يجتمع كما كان إلا أنه ما فيه روح، يجتمع حتى أنه لو مر عليه أحد يعرفه في الدنيا لقال هذا فلان، ما تغير منه شيء.